عندنا لعبة نحن دي ما نسميها ألو 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 به هي اللعبة اللي نطلبوا فيها شخص مؤسسة ونحاولوا نعطيوك حاجات من مصطلحات اللي تستعملهم ريتها ريتها بس نطلبوا مطعم الكلمة الأولى عندك ألو ألو مرحبا يا سيدي عشانك شو أحوالك يا حاج لبس عليك نحن شريكة فوزية اللي صبر الأرام حابين نتصلوا بيك يا أخويا تفضل شكون معايا؟ لا نحن شركة فوزية لسبر الأرا يا حاج حبينا ناخذوا بعض نعم؟ نحن شركة يعني متاع سبر أرا شركة فوزية لسبر الأرا يا حاج حبينا ناخذوا بعض المعلومات فيما يخص يعني تونس نهار آخر معناها عام 2050 تتصور معناها الأمور باهية ولا؟ بالله ما تعشمش على روحك تتكلم فيه يا معلم يا معلم يا معلم نحن شركة قلت لك فوزية سيس خوك عايش خويا ما يجيش عيب على الكلام هذا خويا رانا شركة ناخذوا مع رواحنا شريكي شريكي تطلب فيه انت تروح شمال روحك برقي برقي على روحك برقي على روحك برقي على روحك اسمعنا رانا شريكه احنا مختصه عندنا لي زو عندنا الدنيا الكل فهمت شنو شريكي انت شنو انت ويلك في الدار تو انت شنو في امي انت ما في الدار ولا وين خاطر يظن تشرب في الشريبه معايا تشكون معايا خاطر صوتك بالشريبه شوي نعم قلت لك صوتك هكا شنو انت معاك اسمعني 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 خليك كونديسيون معايا عايش خويا وخلنا نلقاو حل انا قلت لك نحن حابين نعرفوا فما دي ستاتستيك حابين نعملوها فهمت شوفوا انت تشوف فيها تونس باهيه ولا كيفاه معناها الايامات معناها بتصلح ولا ها انت وينك وحدك انت كيف معناها مرتك قلت لها ها انت تحكي ما تهبها تضحك عليك برا يا ولد تحس في الدار تمشي وتجي ولا ايش دخلت في الدار يا معلم برك ما في دارك فما زلزال شويه خرج بالك كبش كبش في اللي بجنبك كبش في اللي جنبك وشد فيه وموت كبش في اللي جنبك فما زلزال اسمعني هم في مخك انا هم في مخك هذاك يعمل التراويش اسمعني عايش خويا اسمعني شو هذا بشكو بلا شكونك انت وين اسمع كنت. تسمع فيها ولا لا اسمع فيك هاي حبيت تشوف تسمع ولا عندك في الحمره في تليفونك وين تشيك يا خويا انت تتكلم في العباد انا ويني بالجينيا اي انا هادي زعيم معك برا ربي معاك أي أسمع أي تفضل مش معك مش معك بنتي بجنب عسلامة عسلامة بلا تفادليك لا مش تفادليك سريعو نحكيو معك شريكة كنا بالله احنا شريكة حبوا نفلس ونطلبوا في العباد كيك حبوا ملي صغار معنا قالوا لنا كيك حبوا الشريكة دي لازم يسمعوا معنا يسمعهم اللي فهمت ألو والله تحكي فيك ربي يا اخوي الو عليها حرفه بالله عليها الو يا معلم يا معلم يا زياد يا فوزي تسمع فيا اخوي سمعنا الو تسمع فينا ولا قولوا لي احنا كاميرا بالله شكون معايا بالله لا بالحق تسمع فيا ولا الو تسمع هذا معايا ولا مع شكون الو معك تسمع فيا ولا مع شكون الو تسمع فيا لا اسمع فيك لا لا نجرب في بنت فوزي تسمع ولا لا لا والله لا فدلك عليك فدلك عليك حمزة البلومي معك حكاك الأربعة اطلبنا نار 8 أكتوبر مع الخمسة وربع تسمع فينا ولا يا معلم اعمل يديك قدام وجهك زعمة زعمة فلو انت تو ما عقلناش شكون وهاو اخر كلمة قالها يا محرز الو محرز اسمعني بلا شكون يضحكوا بعدين تتمنى تشيلنا بنات وولاد لا 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 بو غلاب يضحك هذاك بو غلاب يضحك بالقوي ها 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 خويا الو انت تفرج فيها يا معلم الو الو لا والله ما نفذلك خليني نكلمه انا الو الو عسلام خليني نحكي معاه مو متفق تقول ودنه الاخرى ناقصه خليني نحكي معاه تفضل 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 نخرج انا لا لا اقعد تحب تحكي وحدك تقول نخرج شكونكم تو بالله تو هكا تو بالله الو زياد المكي زياد المكي الو عسلامة 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 لاباس شنو احوالك؟ تو بعد هذا الكل يقول لك عسلامة تجاوبوا انا في بلاصتك نتغش معلم انت مقرف راك انت مقرف برا ما عادش بتروحك خليه يحكي مع العباد خليه يحكي معايا يحكي مع شي انا وتبعث لي انت مقرف جاوبوا قال لك انت مقرف جاوبوا انا مقرفة لا السيد هذا اللي كان يكلم فيه هذا المقرف شعر ربي وينكم شعر ربي شعر ربي لا بقى اسمع لحظة لحظة
ثم حفلة. وهي هي أخويا تشبه الحفلة. حنا نتاع عبير بنكم. نجيب كاس الزوادي ونجيب. اسمع ما تفوتش نص ساعة باش تنقز على الحوت شوية. اسمعني. خويا أنت شو اسمك؟ شو اسمك؟ أنا عبد الله. عبد الله نتشرفوا خويا. احنا في برنامج فكرة سامي فهري. وانا هادي زعيم. يا ربي الهادي زعيم ولا والله زعيم. اسمع اصبر بالله خلينا نختار فرزه ما دام زعيم. دور انت يا اخي بالدار خلينا نسالك شويه اسئله. 90 صراحه علي بن شعيب. يا عبد الله لا اسمع فيك عبد الله. لو كان جيت تليفون شنو تجي تقول؟ لو كان جيت بنت فوزي ما تسمعش بجنبك تسمع انت بلاصتك. فاتك عليك عبد الله. خويا عبد الله خلينا ناخذ خويا عبد الله. عبد الله هو الاول في التوضيح في الجمعه هذه. لحظه لحظه خويا عبد الله. خويا معك هادي زعيم. مرحبا في هادي. تعرف في سكت المغرب هذيك يعيشك وسامحنا رانا كنا نفدك شويه. هادي كانت شي هادي زعيم جاه ربي سكتوا هذيك. انا سكتوا هاني سكتوا واصل ما سكتنيش وحدي حبيت نسكت. قرار خيط وحدي مالك سكتني عادي به. احنا كلمناك جست نفذ الكره واضح به. نبثوا ولا ما نبثوش؟ كان كيتي في الهادي اخويا انا بخاف كما والله وتبلع فاضي الموقف اللي بعدين يعيشك. عبد الله نعم تسمع فيا ولا عبد الله يا ولدي خلينا نحكي معاه نسمع فيك سي عبد الله. لا مش هو ذاك انا بسيط. هو ميقالو اللي معاك ميقالو. انا اللي معاك هو والله يا ملك ضحك ان شاء الله. امين يا ربي. عبد الله نعديه ولا ما نعديهوش؟ كبر عبد الله في التليفون. عدي قلبي عدي قلبي يعطيك الصحة عبد الله. روح تحت سيطرة.